هون افضل. يلا يلا ميلي يلا. بس شباب بدي اقول لكم شغله، الهابي بيرثدي بدها تكون على صوتين. هذا كثير حتى مدام صوتها خلص نزيح حبيبي مشي يلا كاملين كاملين. بس بدنا نزيح هول الكيس شباب. الله كاملين بس فينا ما اسمع حبيبي انت كنت شو الشغل صح؟ ما انا مش بتوصل انا كنت هلا رح اشوف مثلنا سلكنا بس ما انت كنت شو الشغل ضو يا ناصر. اول شيء سلكنا اول شيء بدنا نغني هابي بيرثدي على البطيء بطيء بطيء نشقلها اكيد وبعدين على اسرع شوي وبعدين على اسرع اكثر. 1 2 3 هابي بيرثدي تو يو Happy birthday to you. Happy birthday to me. عندنا بمصر بقى ويلا حالا بلم بلم حيوا ابو الفصل هيكون عيد ميلاد الليله اجمل الاعياد فلاح يا ابو الفصل. مين هيك قص الجاتو؟ لا لا بس بدك تخبري ايا و ايا وناصر. طب استنى استنى انا دربهم معقول كيف هذا بالطقس؟ امبارح مش امبارح قعدنا كنا مسقعين ما كنا قاعدين هيك قعدنا بالجو ليله الاحد. كل سنه وانتم طيبين وما حدش يمد ايده ما حدش يمد ايده اهم حاجه النظام. كل سنه وانتم سالمين لا حد يحاول ولا يفكر. خلص ما نحضر اليوم على اليد مدام ماجد. ايه روح بوسه وقلنا هابي بيرثدي عيدها لماري. طيب مدام حبيبي خليني اياك يا رب. طيب هلا مناسبة يا اختي مش عيدي ها ووينا يا حي وآيا وديالا عم نحكي هلا عن ديالا مثل ما قلتوا لها ديالا حبينا نعمل كذبة أول نساء حرام له أسوأ كذبة في حياتي. شفتي مش حلوة هالكذبة. ما بدي أغني أصلا بالفاية أنا ما رح أغني معي فما بدي أغني. بس بدي أخبرك شيء ما تقولوليش إن الكذبة برضه إن أنا مش نوميني. أنت لإلك أسوأ. ما تقولوليش لا أرجوك الحقيقة الوحدة هي الحقيقة الوحدة. هيدي كذبة لإلي وكذبة لإلي أنا اللي تعذبت كمان. وقال لي كمان كذبة واسأله يرد علي ومطرح لا تقولي كذبة وتقول لي بدي أعرف ليه أنا عم بفتح تمي وانا عم بشتغل مظبوط شو عم بيصير. وهي فكذبه برضه موضوع اللي هيغني عبد العزيز وابراهيم وناصر. لا لا كله رح يغني لحظه بس في شغله بعد وديع بدي اقول لكم قولي اصبر كمان قصة هيفا كذبة حبيب هارت ما راح ننصدم انا عبد العزيز لانه ندري يعني انت ما تنصدموا كثير لانه قررنا نعملها لا بس مو بس رايك رايك مضبوط نعملها زين يلا خلينا نغني مين بيقص مضبوط وما نوقف بالشمس يحيى بتغني وراها شفت كيف؟ انا بقول ما رأيت عليك ما بعرفك اكبر شيء ممكن ناخذ شوي من الصحه شفتي كليها كلها يا كلها اتصل ما عم تقطع علي صار لي يومين بتفهم اصلا ما كنتش هتخيل بصراحه الشمس يلا يلا كله ما تخاف يا جماعه اهم حاجه النظام نظام اهم حاجه النظام دويني من هي عبد العزيز
دوقني دوقني ترى احنا مع بعض احنا مع بعض كبرت هاي بقول له درس حلوة ده ما 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 واحد بس يسمع خبري مش الانفعال يا اخي يلا كل واحد يجيب صحن ما صرنا بقول تعالوا شو المشكلة انت بس اقعوا ايديا جلدوا ايديا لا انا بالنسبه لهيك اللي بس حلوة هاي ما بيني حلوة وانا وماما كلها كسوه شو البنات يلبسوا عشان كلهم يخرجوا كل الشباب والا ما بس نزلت للريق يحيى يخرج الريق بتجنن الريق برافو عليك شوي شفت كيف صار يرن الصوت كله صار بس في شويه فوق نقطه كم نقطه ضعف ميرسي ميرسي والله انزل اوكي مبروك عليك مش كل بالابريل يا عم المكاره كل بالابريل يا شو شو انا كنت مش عارف على فكره ما جبتوا شو انا فيهم محجوزين باي هلا ميري نو يا قلبي هلا طب مدام رولا ووديع وزحوج وديع الله معي مشكورين هاي احلى مفاجاه كل يوم خوفوهم كل يوم خوفوهم عشان محتاجين يبكوا لا ثانك يو لانه بحزلونا اللي بنجوا بكره شو بكره الله يعطيك العافيه جيب صح الله ايوه صح قدام جيب صح لا لا ما في ماضي ما بهمني والله لا ما طب اوكي الا لا هي تاكلي يعني ولا شو الموضوع اوكي نو ثانك يو بليز والله ما بيكون أبداً لو شو نحكي كل شيء إلا هو وديع والله بوقف بس والله وديع بكون دانسر أنا ما لي دخلت الموضوع قلت حتى الله يوفقك كتبتيها خلص ها شايف كيف؟ أنا معه شوفي مرت من ولدك؟ شوفي لا بس بدور عليكم هذا ولدي ما بكذب تعال أنت خسران زيديني عشقك زيديني عشقك شايفين؟ زين شوفي أنا شو حكوا هذا الشيء؟ وين يا مش يوم ال لا بلا شو هاي بلا بعرف اثنين اطفال شوي من هاي اسف اي كان بليز سوري خذي هذول ما ابغاهم هيك لا انا بدي واو بجد انا بدي اياهم سناره سناره مين راح ينهار سنارة سنارة يلي وجهك شبه الفار سنارة